ومن الخرطوم ينضم إلينا عبر سكايب محي الدين جبريل مراسل غدا. مرحبا بك محي. يعني ما أوجه موافقة الحكومة السودانية على وساطة رئيس حكومة دولة جنوب السودان سلفا كير مياردت؟ رويد، هذه الخطوة ربما أوجدت ارتياحا كبيرا في قبل الأوساط السياسية وأوساط المراقبين، أيضا باعتبار أن سلفا كير مياردت وحكومة جنوب السودان بصورة عامة لديهم علاقات وقيدة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال في النيل الأزرق وجنوب كردفان، باعتبار أن هذه الحركة كانت جزءا لا يتجزأ من الحركة الشعبية في جنوب السودان حتى انفصال جنوب السودان في العام 2011. رويدا، هذه الخطوة ربما تخلق تساؤلات واستفهامات عديدة في حد ذاتها، باعتبار أن الاتحاد الأفريقي عين وسيطا أفريقيا هو رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، وتولى هذا الملف منذ العام 2011، وربما 7 سنوات لم يحرز تقدم يذكر في هذا الملف. لعل آخر الخطوات هي ما قام به مبيكي في جمع الحكومة السودانية بعبد العزيز الحلو كما أسلفتم في التقرير في جوهانسبرغ في وقت سابق من الشهر الماضي. لكن بصورة عامة الخطوة تعني في مجملها أن الحكومة السودانية ربما تتخلى عن وساطة الاتحاد الأفريقي، وربما تكون هنالك تكليف يكون هنالك تكليف من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي سلفا كير مياردت برعاية هذه المفاوضات على غرار التكليف الذي حصل عليه السودان من الإيجاد وتفويضه برعاية مفاوضات جنوب السودان، وأحرز فيها التقدم الملحوظ أو الإنجاز الملحوظ الذي توصل في أطراف جنوب السودان للاتفاق. نعم محي، يعني ضعنا مبدئيا في إطار الوساطة، يعني ما الأهداف الاستراتيجية لهذه الوساطة التي جعلت حكومة السودان تؤمن لوساطة سلفا كير؟ ربما الثقة الكبيرة الآن، مساحات الثقة الكبيرة بين الخرطوم وجوبا هي ربما تجعل الحكومة السودانية أو جعلت الحكومة السودانية بالموافقة على هذه الوساطة. الآن الخرطوم وجوبا هما في حالة قناعة تامة بأنهما لا يمكن أن يعملا بمعزل عن بعض. الخرطوم الآن ثقتها في جوبا هي كبيرة جدا جدا، وربما شاهدنا قبل 3 أيام تقريبا أو 4 الاحتفاء الذي يعني أبدته جوبا باتفاقية السلام، وقامت بتكريم الرئيس السوداني في هذه الاحتفائية. هذا يرمز إلى أن هنالك مساحة ثقة بين الأطراف. أيضا الخرطوم تقتنع تماما بأن خيوط اللعبة في النيل الأزرق وجنوب كردفان هي في يد حكومة جنوب السودان أكثر من الاتحاد الأفريقي، وبالتالي يكون أمل الحكومة السودانية والأوساط السودانية في أن هذه الوساطة ستؤدي إلى نتائج إيجابية. نعم مراسلنا محي الدين جبريل من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.